السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح الخلاط الكهربي وأعطال الخلاط الكهربي، اللي هي طرق للصيانة الكهربية بتاع الخلاط الكهربي. آدي المحرك بتاعي بتاع الخلاط، بيشتغل على ضغط 220 فولت، آدي الطرفين بتوعه. بس قبل ما نعمل الصيانة للخلاط الكهربي هنتعرف على كل جزء في الخلاط بتاعنا. أي محرك بيشتغل بالكهرباء هو آلة كهربية بتحول الطاقة الكهربية إلى طاقة حركية أو ميكانيكية. تركيب المحرك الخلاط، قلت العضو الثابت، ادي العضو الثابت بتاعه، ادي العضو الثابت. العضو الثابت عندي به حديد الاقطاب وملفات الاقطاب، ادي حديد الاقطاب وادي ملفات الاقطاب بتاعتي. وقلنا حديد الاقطاب اللي هو ده ما بيصنعش من الحديد، امال بيصنع من ايه؟ بيصنع من شرائح من الصلب السيليكوني المعزولة عن بعضها بمادة الورنيش، وجمعت هذه الشرائح مع بعضها على هيئة حذاء قطب، قطب شمالي وقطب جنوبي. يبقى جمعت هذه الشرائح مع بعضها على هيئة حذاء قطب، أدي قطب شمالي وقطب جنوبي. يبقى مجموعة الشرائح ديت معزولة عن بعضها بمادة الورنيش، وجمعت هذه الشرائح مع بعضها على هيئة حذاء قطب، قطب شمالي وقطب جنوبي. بعد كده عندي ملفات الأقطاب، أدي ملف وأدي ملف. كل ملف في الدنيا دي له بداية وله نهاية، أدي البداية وأدي النهاية بتاع الملف. وأدي البداية عندي بتاع الملف ده، أدي البداية وأدي النهاية عندي. يبقى كل ملف له بداية وله نهاية. طيب ملفوف بإيه؟ بسلك نحاس أحمر معزول بمادة الورنيش، ويلف بعدد لفات معينة ومساحة مقطع معينة. يعني بإيه بعدد لفات معينة؟ يعني بلف أدي واحد، أدي اتنين، أدي تلاتة. مثلا الملف دي كان 80 لفه، لازم الفه بالعدد لحد 80 لفه. بيقول لي ومساحه مقطع معينه، يعني ايه مساحه مقطع معينه؟ مساحه المقطع اللي هو قطر السلك عندي، وقطر السلك عندي بقيسه بجهاز الميكروميتر. يعني لو كان قطر السلك القديم اللي انا نزعته 20 من 100، بشتري سلك قطره 20 من 100. ماشي، ما ينفعش اجيب سلك اقل او زياده، هينحرق مني الملفات بتاعتي، لازم اجيب نفس قطر السلك. دي بالنسبه للعضو الايه؟ الثابت عندي. العضو الدائر تاني، ادي العضو الدائر بتاعي، عليه عضو التوحيد، ويصنع من قطاعات نحاسيه معزوله بماده المايكا، ومعزولة أيضا عن محور الدوران بمادة المايك. يعني عضو التوحيد ده هو مش قطعة نحاس مصبوبة وخلاص، لا، دي قطاعات نحاسية، وكل قطعة بتنتهي بلامة. اللامة بتاعتي أهي، أدي اللامة بتاعتي، دي لامة ودي لامة. اللامة دي بربط فيها بداية ونهاية كل ملف. اللامة ديت بفتحها عن طريق المفك، اللامة دي فايدتها ان انا بربط كل بداية ونهاية ملف في اللامات دي. يبقى عضو التوحيد مصنوع من قطاعات نحاسية معزولة عن بعضها بمادة المايقة، ومعزولة ايضا عن محور الدوران بمادة المايقة. طب انا عندي لو العازل دي انهار، ايه اللي يحصل للموتور بتاعي او المحرك بتاعي؟ لو العازل انهار عندي ما بين القطعة الأولى والقطعة الثانية مثلا، يقوم عندي يحرق لي الملفات بتاعتي.
طب اما اجي اختبر عندي قطاعات عضو التوحيد دي اختبرها ازاي؟ بجيب جهاز الافوميتر بتاعي واظبطه على تدريج المقاومة، واظبط عندي جهاز الافوميتر على تدريج المقاومة، واجيب طرفين الجهاز، واجيب طرفين الجهاز عندي واحط الطرفين على كل طرف على قطعة، يعني عندي القطعة الأولى والقطعة الثانية، أحط طرف بتاع الجهاز على القطعة الأولى والطرف الثاني على القطعة الثانية. طيب لو قرأ الجهاز يدل على إن العازل منهار ما بين القطعة الأولى والثانية، يبقى عضو التوحيد ده تالف. طب ينفع أستبدله؟ آه ينفع نستبدله، ممكن أشيله بالزرجينة ماشي وأجيب واحد آخر وأحطه مكانه. طيب جهاز الافوميتر ما قرأش في اي لامة والاخرى، طالما الجهاز ما قرأش في اي لامة والتانية، يبقى عندي قطاعات عضو التوحيد عندي كلها سليمة، والعزل بتاعي اللي هو بمادة المايكة سليم. طب انا عملت الاختبارات ما بين كل قطعة والتانية لحد ما خلصت قطاعات عضو التوحيد، أقوم عامل اختبارات ما بين أي قطعة والعمود، لو قرأ الجهاز يبقى عندي في اتصال ما بين عضو التوحيد والعمود، يبقى كده تالف، فأقوم شايله بالزرجينة وأقوم مركب واحد تاني مكانه. أما لو الجهاز ما قرأش يدل على إن العزل بتاعي سليم، لو أنا حطيت عندي طرف الجهاز على عضو التوحيد هنا على أي قطعة من القطع والطرف الثاني على العمود، ما قرأش الجهاز، يبقى عندي العزل بتاعي سليم، العزل ما بين كل قطعة والعزل ما بين قطاعات عضو التوحيد وعندي العمود بتاعي. بعد كده عندي عضو الاستنتاج، أدي عضو الاستنتاج بتاعي أو المنتج، ويصنع من شرائح من الصلب السيليكوني المعزولة عن بعضها بمادة الورنيش، وجمعت هذه الشرائح مع بعضها ومشقوقة بمحيطها الخارجي مجاري طولية، ومشقوقة بمحيطها الخارجي مجاري طولية لوضع الملفات النحاسية. أنا عيد دلوقتي عضو الاستنتاج. عضو الاستنتاج يصنع من شرائح من الصلب السيليكوني، ادي دي مجموعة من الشرائح من الصلب السيليكوني المعزولة عن بعضها بمادة الورنيش، وجمعت هذه الشرائح مع بعضها ومشقوقة بمحيطها الخارجي مجاري طولية لوضع الملفات النحاسية. هتقول لي ايه ديت؟ دي خوابير من الفبر اللي محطوطة، اللي هي الحمراء دي خوابير من الفبر، اهي ادي حته منها اهي من الفبر. طب حاطين الخوابير من الفبر دي ليه؟ علشان الاسلاك ما تقبش وتيجي بره المجرى، علشان لو جت بره المجرى هتنقطع الملفات بتاعتي، بعد كده اقعد الف تاني المحرك بتاعي. اما ما احط الخوابير من الفبر دي بتحجز الملفات بتاعتي، ما تخليهاش تخرج بره المجرى. بعد كده عندي الغطاءان الجانبان، ادي غطا عندي هنا اهو به جلبه، ادي الجلبه بتاعتها اهي متركبه عندي هنا اهي في الغطا اهي، ادي الجلبه بتاعتها اهي بيتركب فيها العمود بالشكل دي كده اهو اهو ماشي، ومن الناحيه التانيه برضو كمثل. عندي في الغطا ده عندي بيت فرش، ادي بيت فرش، ادي واحده وادي واحده. اما اجي اركب الفرش بتاعتي بركبها عندي، بجيب الفرش الكربونيه بتاعتي اهيت، ادي الفرش اهيت ماشي، واقوم حاطط عندي في بيت الفرش بالشكل دي كده عندي ماشي، واقوم ضاغط السيستم بتاعت دي، واقوم حاطط المشبك بتاعي من الناحيه التانيه من التقب ده او الفتحه دي. عندي بيت الفرش التاني اهوت، ادي بيت الفرش التاني اهوت في نفس الغطا، وادي الغطا التاني اهوت برضو فيه جلبه، ادي الجلبه اهيت كل يشوفها، ادي الجلبه اهيت ماشي. بدخل فيها العمود بتاعي بتاع
عضو بتاع العضو الدائر عندي بالشكل دي كده، ماشي. عندي بعد كده الفرش الكربونية. الفرش الكربونية بتاعتي دي تصنع من الكربون، الفرش الكربونية دي بتصنع من الكربون، ماشي. فايدتها ايه الفرش الكربونية؟ بتوصل لي الكهرباء من الدايرة الخارجية الى قطاعات عضو التوحيد دي، يعني الفرش دي بتوصل لي الكهرباء كده. الكهرباء بتوصل من الدايرة الخارجية من عندي من هنا، ماشي، الى الفرش الكربونية الى قطاعات عضو التوحيد عندي هنا، الى ملفات عضو الاستنتاج. يعني فايدة الفرش الكربونية اللي بتوصل لي الكهرباء من الدايرة الخارجية الى قطاعات عضو التوحيد، دي فايدة الفرش الكربونية. طيب تصنع من ايه؟ تصنع من مادة الكربون، تصنع من مادة الايه؟ الكربون. ادي فرشتين اهم، والاتنين قد بعض اهم. ديت اللي فيهم دي اسمها سوستة. السوستة دي فايدتها اللي هي بتضغط على الفرشة بحيث توصل إلى قطاعات عضو التوحيد هنا. يعني فايدة السوستة دي اللي بتضغط على الفرشة كده اهو بحيث توصل إلى قطاعات عضو التوحيد بالشكل دي كده. وبرضه ما نيجي نركب هوريها لكم برضه. عندي ادي تركيب المحرك الكهربي بتاع الخلاط بتاعي، ونركبه مع بعض اهوت. عندي نيجي نركب المحرك بتاعي. اما اجي اركبه بركبه عندي بالطريقة ديت كده اهوت اهوت، وبجيب الغطا بتاعي اهوت، بالشكل دي كده اهو. وعند الغطا التاني اهوت اركبه بالشكل دي كده اهوت، واشيل السلك من تحت الشريحة ديت اهوت، ماشي. واجمع عندي واجيب المسمار بتاعي ده واربطه من هنا كده اهوت، واقوم ربطه حاجة بسيطة، اشبط المسمار بتاعي كده اهوت بالطريقة ديت كده، اظبط الاول الشغل مع بعضه وسط بعضه، بعد كده اربط اهوت، بعد كده اربط المسمار التاني اهوت برضو شوية، اهوت يا شباب ادي ربطت اهوت، وربطت واربط كمان شوية من هنا اهوت. عندي العمود الدوران ماشي سهل اهوت، تمام التمام. نيجي بقى للفرش الكربونية، ازاي نركب الفرش الكربونية عندي. ادي الفرش الكربونية اهيت، لها عدلة طبعا ما بحطهاش، ممكن ادي العدلة بتاعتها اهيت، بقوم حاططها كده وقوم ضاغط عليها بالسوستة بتاعتي كده بالطريقة ديت كده. وخلي بالك للسوستة تفر، ماشي، تقع منك ما تلاقيهاش، وقوم ضاغط بالمفك بتاعي ده هوت كده هوت على السوستة، اضغط تماما كده هوت، واجيب المشبك بتاعي كده هوت واحطه هوت، ماشي، واقوم جاب المشبك بتاعي واقوم قافل على السوستة بتاعتي بالشكل دي كده اهو. زي ما عملت الناحية دي أعمل الناحية التانية أهوت، أجيب الفرش الكربونية لها عدلة خاصة أهوت، أدي أهيت مش راضية تركب أهي، ماشي، أقوم شديدها تاني وأشوف العدلة بتاعتها، وليكن العدلة ديت فعلا هي نفس العدلة ديت كويسة،
ماشي، اجيب المفك بتاعي واضغط على السوسته بتاعتي اهوت، ادي المفك بتاعي اهوت، اضغط على السوسته وبالراحه احسن تفر مني تقع مني تطير، واقوم حاطط المشبك بتاعي كده بالشكل ده، واقوم مركبها في بيت الفرش بتاعها بالشكل دي كده اهوت يا شباب. في اي صعوبه؟ اهو ادي المحرك بتاعنا اهوت، فكناه وركبناه. يعني انت ممكن تعمل الصيانه بتاعتك للمحرك بتاعك بكل يسر، وتعرف تفكه وتعرف تجمعه، ما فيهوش اي صعوبه. في اي صعوبه؟ ما فيهوش اي صعوبه، طالما دلوقتي عرفنا التعريف وعرفنا التركيب دلوقتي ماشي، وعرفنا نفك المحرك بتاعنا وعرفنا نجمعه ماشي، نقدر نعمل الصيانة للخلاط بتاعنا، وكل واحد فيكم يقدر يعمل الصيانة للخلاط بتاعه في البيت بتاعه ويشغله، بدل ما يروح يوديه لأي صنايع ياخد منه 50 جنيه ولا 60 جنيه ولا 70 جنيه، انت أولى بأي قرش تدفعه. قول لي بص معايا، انا عندي الخلاط بتاعي اهوت، ادي الخلاط بتاعي اهوت ماشي، هنعمل له عملية الصيانة. المحرك بتاعه عرفناه اهوت ماشي، وعرفناه وعرفنا ازاي التركيب بتاعه والتجميع بتاعه والفرش الكربونية، وشرحنا كل جزء فيه. بعد كده هنعمل عملية الصيانة للشفشق بتاع الخلاط بتاعنا. ادي الخلاط بتاعنا اهوت ماشي، نبدا نشوف ايه الاعطال اللي بتيجي في الخلاط بتاعنا. انا عندي الشفشق بتاعي اهوت ماشي، مصنوع من البلاستيك، عندي به سكينه، ادي السكينه بتاعتي اهي جوه الشفشق، وعندي قطعه من البلاستيك، ادي قطعه من البلاستيك اهيت، واحيانا بتتاكل من الجزء الداخلي ده من المضلعات اللي جوه دي. طالما اتاكل الجزء المضلع ده بعمل عمليه الصيانه للجزء اللي هو للقطعه البلاستيك اللي عندي اللي هي دي. طيب افك ازاي يا استاذ؟ عندي انا عاوز دلوقتي اعمل صيانه للشفشق بتاعي، وعندي القطعه ديت البلاستيك ديت اتاكلت من جوه من هنا، يعني المضلعات بتاعتي ديت بتاع القطعه دي اتاكل من هنا من السخونيه. اقول لك تعمل ايه، بتجيب فوطه زي الفوطه ديت، وتمسك السكينه بتاعتك من الداخل، وتفك عندك الايه القطعه البلاستيك بتاعتك دي بالطريقه ديت كده اهوت، بنفك اهوت اهوت اهوت. خلي بالكم القطعه، القطعه البلاستيك فيها صاموله من الداخل اهيت، هي اللي بتربط في سن السكينه اهيت، الصاموله بجوه اهيت ماشي، وبنشوفها من الناحيه التانيه برضو كمثل اهيت، ادي الصاموله اهيت بتركب في الجزء بتاع السكينه اللي عندي اللي هو اللي به سن عندي ده، يعني السن ده بيركب في الصاموله اللي عندي دي. طيب نطلع السكينه مع بعض، ادي السكينه بتاع الشفشق اهيت، السكينة اهيت يا شباب، ادي السكينة بتاعتي اهيت. طيب عندي نتعرف برضو على المجموعة دي اسمها جلبة، دي كلها اسمها جلبة، ادي الجلبة بتاعتي اهيت اهيت، ادي الخلاط بتاعي، وادي الشفشق بتاعي اهو من غير اي حاجه اهوت، بتشتريه فاضي وفارغ بالشكل ده كده. عندي بقوم جايب الجلبه بتاعتي دي بشتريها من عند الكهربائي، ادي الجلبه بتاعتي اهيت، كل يشوفها معايا، ادي الجلبه بتاعتي اهيت بها. عندي جوان عندي هنا اهوت مصنوع من البلاستيك، وادي الجلبه الجرافيت بتاعتي هنا اهيت ماشي، بقوم مركب الجوان بتاعي بالطريقه دي كده اهو هنا، وسن الجلبه بتاعي ده بخليه ناحيه بره ناحيه الخارج هنا، ادي ده بخليه ناحيه السكينه داخل الشفشق، يعني الجزء اللامع ده بخليه جوه الشفشق بالطريقه دي كده. كله يبص معايا وازاي انا بركبه اهو، الجزء السن ده هيبرز من تحت من هنا، هيبرز من تحت من هنا، اللي فيه السن ده هيبرز من تحت من هنا، والجزء اللي هو املس ده دي اللي هيبقى داخل الشفشق بتاعي، والجوان ده
هيبقى في التجويف اللي هو بتاع الشفشق عندي اهو بالطريقة دي كده. كل يبص معايا ويشوف كويس اهو 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 يا شباب، ودي الجزء اللامع جوه الشفشق هنا اهو ماشي. بعد كده بجيب الصامولة بتاعتي، ادي الصامولة بتاعتي اهيت علشان اربط على الجلبة اهيت، بقوم رابط بالصامولة بتاعتي على الجلبة بتاعتي اهوت بالراحة خالص بحيث اركبها عدل، اخلي السن قصاد السن اهوت كل شاف اهوت اهو لحد ما توقف في ايدي اهي، وقفت اهي بس. يبقى كده انا غيرت الجلبة بتاعتي اسهل ما يمكن، ادي الجلبة بتاعتي. طيب ازاي اركب السكينة بتاعتي؟ ادي السكينة بتاع الشفشة اهي، ادي السكينة بتاع الشفشة اهي، بقوم حاططها عندي جوه الشفشق عندي هنا. طيب انا عندي اما اجي اغير الجلبه دي، انا غيرتها ليه الجلبه دي؟ عاوزين نعرف ليه انت غيرت الجلبه دي. الجلبه ديت في ساعات بتوسع فيقوم الشفشق بتاعي يصر ميه، في حاله ما يجي يصر ميه يبقى العيب من الجلبه دي. تاني انا غيرت الجلبه دي ليه؟ طالما عندي الشفشق عندي صر ميه يبقى من الجلبه بتاعتي دي. اقوم فاتح الصاموله بتاعتي ديت، برمها فاتحها، واقوم شايل الجلبه بتاعتي واجيب واحده جديده واركبها زي ما احنا شفنا في البدايه. طيب نيجي نركب السكينه بتاعتي، ادي السكينه بتاعتي اهيت ماشي، هركبها في الشفشق من الداخل بالطريقه ديت كده. كل يبص معايا اهوت، وادي سن السكينه اهو، ادي السن بتاعها بتاع الصاموله بتاعي. عندي القطعه البلاستيك ديت لو اتاكلت من هنا، كل يبص معايا، لو التجاعيد ديت المضلعات دي اتاكلت ماشي، بتقوم ماسك السكينه بتاعتك كده اهو بالفوطه بالفوطه كده اهو ماشي، وتقوم خالع قطعة البلاستيك بتاعتك دي. بجيب الجديدة بتاعتي وليكن ديت واقوم مركبها اهي، تركب بالشكل دي كده اهو. امسك السكينة بتاعتي بفوطة اهوت ماشي، وعندي الايد التانية تلف تلف كده اهوت شمال كده اهو اهو يبقى كده انا عملت صيانه للشفشق بتاعي اهو. في اي صعوبه؟ سهل ولا صعب؟ كده عملت صيانه للشفشق بتاعي للجلبه والقطعه البلاستيك بتاعتي. اما اجي اغير القطعه البلاستيك لان اتكلت التجاعيد بتاعتها، وعلمتك ازاي تشيلها، بتجيب فوطه زي ديت وتقوم حاططها في قلب الشفشق كده بالطريقه دي كده ماشي، وتقوم حالل ديت في اتجاه اليمين كده اهي كده انحلت اهي اهي. حبيت اركبها بركبها بالطريقه ديت كده في اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعه اهو. يا شباب في اي صعوبه؟ اهو دي بالنسبه للشفشه لو بيصر ميه، او دي اتاكلت من جوه من هنا. دي في الحاله دي بعمل الصيانه للشفشق بتاعي. القطعه دي بروح بشتريها بجنيه واحد، بشتريها بجنيه واحد واغيرها. لو رحت لواحد هيقول لك 20 جنيه. انت اتعلم ماشي واعمل الحاجه بايديك. الجلبه الاخرى بنشتريها ب 3 جنيه. لو رحت تغير الجلبه هيقول لك برضه 30 جنيه. انت اولى بالفلوس دي تدفعها. طيب نرجع نمسك عندنا الخلاط بتاعنا، الكاوتشه بتاع الخلاط بتاعي، الكاوتشه اللي هي دي، ادي الكاوتشه اللي بتركب في العمود هنا، اللي هي بتركب هنا، الكاوتشه اللي بتركب هنا اهي، الكاوتشه اللي بتركب هنا اهي.
انا غيرت الكاوتشه دي ليه؟ لان الكاوتشه دي اتاكلت من هنا، التجاعيد بتاعتها ماشي، او المضلعات بتاعتها اتاكلت من السخونيه ماشي، بشيلها. طب طريقه ما اشيلها، اشيلها ازاي دلوقتي لقيتها مربوطه في الخلاط بتاعي بالطريقه دي كده اهي، مربوطه بالطريقه دي كده، مربوطه مثلا هنا. اما اجي اشيلها ما ينفعش ابرمها كده وتطلع في الدايه، لا لازم انا افك الخلاط بتاعي. انا فكيته اهو مثلا، لازم أنا امسك العمود بتاعي بالزراديه بتاعتي دي كده اهو ماشي، وبعد كده افك اهو اهو. كله يبص معايا اهو. طيب نيجي في الخلاط بتاعنا اهو، فانا عاوز اغير له الكاوتشه بتاعتي. خلي بالكوا الكاوتشه بتاعتي دي فيها صاموله اهي، الصاموله اهي ما بتربطش على الكاوتش، ادي الصاموله بتاع الكاوتش اهي، بتربط في السن بتاع العمود بتاع الموتور بتاعي او بتاع المحرك بتاعي. ادي الصاموله بتاعتي بربطها عندي على السن بتاع بتاع المحرك بتاع عمود المحرك اهو. طيب دلوقتي هنركب الكاوتشه الجديده اللي هي ديت، هنركبها في الخلاط بتاعنا. ما ينفعش اركبها كده وخلاص، لا لازم انا اثبت عليها كويس قوي. ازاي؟ لازم انا افك عندي الخلاط من هنا من ورا من الناحيه الخلفيه اهوت، افك الاربع مسامير بتوع دول كده، والمسمار بتاع التاني ده اخر، كل مسمار افكه كده شويه اهوت. المسمار ده برضو كمثل اهو، كله يبص معايا ويشوف انا بعمل ايه اهو ماشي. بعد كده علشان اربط الكاوتشه بتاعتي او اخلعها، لازم امسك المروحه بتاعتي دي او امسك عمود الدوران، لازم امسك عندي ماشي المروحه بتاعتي دي، وبعد كده اربط عندي الكاوتشه بتاعتي. ادي الكاوتشه بتاعتي اهي، اربطها اربطها الناحيه التانيه اهي، كله يبص معايا واجمد عليها اهي. دلوقتي انا ماسك المروحه جامد ماشي، لو المروحه بتلف امسك العمود بالايه؟ بالزراديه اهو، لحد ما وقفت في ايديا خلاص. طالما وقفت خلاص، بعد كده عندي اقوم مركب عندي الغطا بتاعي بالطريقه ديت كده اهوت. طالما ركبت الكاوتشه اظبط عندي المحرك بتاعي زي ما كان اهوت، وعندي اقوم جاب المسامير ديت كده علشان ما تحشنيش اقوم جايب السلك بتاعي ده واقوم مدخله هنا، واقوم جايب واقوم مظبط عندي القاعدة بتاع الخلاط بالشكل دي كده اهوت، وده برضو كمثل اهو. اهو يا شباب كله تمام اهوت اهوت. ادي عملنا الصيانة للخلاط بتاعنا في ثواني. في اي صعوبة؟ فيش اي صعوبة في الخلاط ولا الصيانة، فيش حد يودي الحاجة بتاعته للكهربائي بس انت بعيبة كبيرة، كل واحد يصلح حاجته ويديه زي ما احنا اتعلمنا دلوقتي، واللي يعوز اي حاجة يسأل فيها او يتصل علينا واحنا تحت امره. عندي في مفتاح عندي اهوت لسه ما انشرحش برضو، عندي مفتاح ده فيه مسمارين اتنين من ورا، مسمارين اتنين من ورا. طريقة التوصيل زي المفتاح بلمبة، نفس التوصيلة
بتعتبر الخلاط بتاعك ده اللمبة ماشي، والمفتاح موجود اهو، نفس التوصيلة بتودي سلك الكهرباء اللي هو ال L على المفتاح، وسلك النيوترال بتوديه على طرف من المحرك ماشي، هبقى لي طرف من المحرك وطرف من المفتاح اوصلهم ببعض. تاني نوصل الدايرة بتاع المفتاح بالمحرك بتاعنا بالخلاط بتاعنا. ازاي نوصل الدايرة الكهربية بالمفتاح بتاعنا بالفيشة بتاعتنا اهي، ادي الفيشة بتاعتنا اهي، عايزين نوصل الدايرة الكهربية بتاعتنا. الفيشة فيها طرفين، فيها سلك كهرباء ال وفيها سلك نيوترال ان، وعندي المفتاح فيه مسمارين، وعندي المحرك فيه طرفين، ادي الطرفين بتوع المحرك. التوصيله بتاعته اسهل ما يمكن كتوصيله لمبه بمفتاح، ما فيهوش اي صعوبه. يبقى سلك الكهرباء بوديه على المفتاح، وسلك النيوترال بياخد طرف من المحرك، هيبقى آلي طرف في المفتاح وطرف في المحرك، اوصلهم الاتنين ببعض، مفيش اي صعوبه. تاني الدايره الكهربيه بتاع موتور الخلاط او المحرك الخلاط، الدايره الكهربيه عندي الفيشه بتاعتي فيها طرفين اتنين، طرف كهرباء وطرف نيوترال، والمفتاح فيه طرفين اتنين، والخلاط بتاع المحرك فيه طرفين اتنين. طريقه التوصيل كتوصيله لمبه بمفتاح بالظبط، سلك الكهرباء بوصله على المفتاح اللي هو ال L، بوصله على المفتاح، وال N بياخد فردة في المحرك، هيبقى لي طرف في المحرك وطرف في المفتاح، اوصلهم الاتنين ببعض. التوصيلة اسهل ما يمكن، عملية الصيانة اسهل ما يمكن، مفيش اي صعوبة. دي عملية الصيانة للخلاط الكهربي بتاعنا. أولا احنا شرحنا التعريف والتركيب وكل جزء بيصنع من ايه، وعملنا عملية الصيانة للمحرك بتاعنا، وعملية الصيانة للشفشة بتاعنا وللكاوتشة وقطعة البلاستيك والجلبة بتاع الجرافيت اللي في الشفشة. في أي صعوبة؟ إذا كنت عاوزين حاجة أنا تحت أمركم، تتصلوا بينا برضه على رقم التليفون، في أي وقت اللي واقف قدام منه أي حاجة هنرد عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.